متأثرا بالعقوبات على إيران، حزب الله يسحب عددا من مقاتليه من سوريا، وترامب يهدد إيران. وأيضا في حلقة اليوم، ضحايا مع استئناف القصف الجوي وعملية تسويق فاشلة لعناصر من النظام على يد عجوز في ريف حماة الشمالي. نرحب بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر. كشف تقرير لصحيفة أمريكية أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على إيران بدأت تؤثر بشكل كبير على حزب الله، ما دفعه لتقليص عدد من قواته في سوريا. نتابع التقرير التالي ثم نعود لنفتح باب النقاش. الضغط على الشريان يسبب الخدر في العضو من الجسد، هذا ما أرادت صحيفة واشنطن بوست أن تبينه في مقالها الذي تحدث عن العقوبات الأمريكية على إيران وكيف أثر على حزب الله. حزب الله سحب جزءا من مقاتليه من سوريا، معللا ذلك أمام مناصريه أن مهمته قد تحقق جزء كبير منها، كما قررت قيادة الحزب إحالة مجموعة من مقاتليه إلى الاحتياط وتخفيض الرواتب وتسريح من تعدى سنا معينة. كما صرح حزب الله عددا من العاملين في قناة المنار والمواقع الإلكترونية التابعة له، وسحب مجموعة من العاملين خارج لبنان في مجال الدعوة للحزب، واستبدلهم بدعاة لزيادة جمع التبرعات من الشخصيات والكيانات الشيعية في محاولة لسد النقص في الدعم الذي يتلقاه الحزب من إيران. التداعيات الاقتصادية أثرت على برنامج الإعانة الذي استمر قرابة 30 عاما، ليتوقف اليوم فلا معونات طبية ولا سلل غذائية لتوفير بعض النفقات الزائدة، على حد قول مسؤول في الحزب. حزب الله أبقى على بعض النفقات الزائدة خارج النفقات العسكرية المباشرة، مثل المخصصات الممنوحة لعائلات القتلى من الحزب في سوريا وما سبقها من حروب. وعلى ذمة الواشنطن بوست، فإن هذا التدبير للإبقاء على واجهة الحزب ناصعة في عيون مقاتليه. الصحيفة بيّنت أن ما حدث في الحزب هو بسبب العقوبات التي فرضها ترامب على طهران، مستهدفاً كل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها النفط، الذي تعد إيران إحدى أكبر الدول المصدرة له على مستوى العالم. هذه العقوبات قللت من واردات إيران الاقتصادية، الأمر الذي خفض من قدرتها على الإنفاق على الميليشيات التابعة لها والتي تقاتل في سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى مئات المشاريع غير الربحية التي تنفذها إيران في إفريقيا والشرق الأوسط ووسطى آسيا بهدف إتمام مشروعها التوسعي. وللحديث عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي أحمد مظهر. سعد أرحب بك أستاذ أحمد. وأيضا معنا عبر السكايب المحلل السياسي عباس العرداوي من بغداد. أرحب بك سيد عباس، البداية معك أستاذ أحمد مظهر سعدو، يعني هل بدأت هذه العقوبات برأيك، العقوبات الأمريكية على إيران، بجني ثمارها فعلا؟ مساء الخير لك وللمشاهدين جميعا ولضيفي الكريم. الحقيقة أنه لا يمكن القفز وراء أن هذه العقوبات هذه المرة ومع تصعيد وتيرة هذه العقوبات على إيران قد آتت أكلها إلى حد كبير، وأثرت التأثير الاقتصادي الذي جعل الوضع الاقتصادي الإيراني برمته، سواء كان بالنسبة للعملة الإيرانية المنخفضة بوتيرة غير مسبوقة بالتاريخ، لم يحصل في تاريخ إيران أن وصل مستوى انخفاض العملة الإيرانية لهذا الحد. وأيضا ما يتعلق بالضغط الاقتصادي الذي تم تصعيده كثيرا مع بداية شهر أيار من قبل ترامب، هذا أدى بالتأكيد إلى أن هناك مخصصات كثيرة كانت بالأساس موجودة من أجل دعم حزب الله والميليشيات الطائفية الإيرانية خارج إطار إيران أو جغرافية إيران. اليوم العودة الأهم بالنسبة لهم أصبحت إلى الخزينة الإيرانية والوضع الداخل الإيراني. يعني ليس مقبولا أمام الشارع الإيراني اليوم أن يجوع الشارع، أن يعيش حالة الغصة الاقتصادية الكبيرة، وفي نفس الوقت يتم الدعم لحزب الله في مشاريع أخرى خارج إطار الجغرافية الإيرانية.
هذا أثر حقيقة على شعبية حتى المتنفذين أو دولة الملالي في إيران اليوم. لذلك أعتقد أن حزب الله ووضع حزب الله بالتأكيد متأثر بشكل مباشر بالدعم المالي المرصود له سابقا والذي تم تخفيضه إلى مستويات ضئيلة جدا. ونحن نعرف تماما أن حزب الله في لبنان يعيش أساسا على الفتات الإيراني. ليس هناك أي إمكانية لدى حزب الله لأن ينتج حالة دعموية مالية داخلية. على الإطلاق هناك دعم مالي شهري إيراني يصل إلى حزب الله، وهذا معروف بكل مؤسسات حزب الله العسكرية وسوى العسكرية. نعم، طبعا يعني سحب مقاتلين من حزب الله وأيضا من قوات إيرانية. دعنا نستمع للسيد عباس العرداوي، كيف تنظر إلى سحب حزب الله العديد من مقاتليه من سوريا وكذلك أيضا تخفيض الكثير من نفقاته القتالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإلى ضيفك وإلى مشاهديكم الكرام. أهلا، مبارك عليكم شهر رمضان الكريم وتقبل الله أعمالكم. لا شك أن اليوم هذا التقرير هو مبني بالتأكيد على صحيفة واشنطن بوست، بالتالي هو ليس بالتقرير الرصين الذي ممكن أن يعتمد كمصدر رسمي لهذه المعلومة، إذ ما جارينا هذه المعلومة وقلنا نعم صحيح. أنا على حساب أنه اليوم نعمل بهذه الفرضية أنه هنالك تقليص أو تأثير. نعم لا شك أن العقوبات الأمريكية أثرت في الاقتصاد الإيراني بشكل مباشر، لكن الموضوع المتعلق بالحزب حزب الله تحديدا وبالمقاومة الإسلامية لا شك أن لديها الكثير من المدارك لهذا الموضوع، وهي تدرك اليوم حجم الضغط الاقتصادي والسياسي والأمني. هذه المتعلقات هي مؤثرة على المبنى الجهادي لهم. ما أعتقد اليوم الانسحاب متعلق بالبعد الاقتصادي، بعض الانسحابات أو التحريك هو أما لخطط عسكرية أو أنه جاء بعد أن فرغت هذه المناكل من الإرهابيين وبدأت تسليمها إلى السلطة السورية. الدولة السورية بسطت سلطتها في عدد كبير من الأماكن، بالتالي تسليم أراضيها أصبح واجبا على حزب الله، وانسحاب باتجاه التمترس أمام تمدد الكيان الصهيوني، أمام حراك في هذا الوقت تحديدا المتعلق بمحاولة تطبيق. طب إذا يعني سيد عباس، أنت لا تعتقد أن فعليا الأسوأ قادم على حزب الله وأيضا على الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، وخاصة بعد ظهور يعني حسن نصر الله عندما قال يعني إن الأسوأ قادم بصريح العبارة؟ الأسوأ من ناحية المواجهة باتجاه الكيان الصهيوني، لأن المقاومة لديها قرار نقل المعركة إلى داخل فلسطين، إلى داخل مستوطنات هذا الكيان الغاصب، بالتالي اليوم نقل المعركة إلى هنالك. الأسوأ يقصد به باتجاه حال الكيان الصهيوني، كذلك الإساءة أو الذي تتضجور منه المقاومة، هنالك إخلاء للظهر من قبل بعض الدول. لكن نصر الله كان يطلب التبرعات من الموالين للحزب، يعني يتحدث عن يعني أسوأ من ناحية اقتصادية، يعني من واقع اقتصادي نتحدث. لا يمكن أن ينكر، لا يمكن أن ينكر اليوم أنه هنالك أزمة اقتصادية. هذا موضوع متعلق صحيح بالعقوبات الأمريكية وبالضغط الدولي باتجاه منع المقاومة من دعم الشعب الفلسطيني. لا يمكن هذا الموضوع، أصلا الموضوع هو في لكي لا يدعم الشعب الفلسطيني، لكن صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة أمام الكيان الصهيوني وأمام غزوات الإرهاب وأمام العصابات الإرهابية بالتأكيد يغير الكثير من المعادلة. هنالك رغبة لدى الأمريكان أن يمروا في هذا الظرف حقيقة، في هذه الظروف الأمنية المتعلقة في المنطقة، سواء كانت في شرق المنطقة أو غربها. اليوم هنالك توتر في الخليج وفي منطقة في العراق وفي إيران وفي المنطقة وفي الخليج بصورة عامة، السعودية والإمارات وغيرها، وتوتر مقابل آخر في ظروف أخرى في ليبيا ومصر والجزائر وتونس، وتحديدا في ليبيا باعتبار هناك معارك طاحنة. هذا التوتر، هذا الانشغال كي تشغل الساحة الإسلامية والعربية عن تمرير صفقة القرن التي وعد بها كوشنير بعد شهر رمضان المبارك، وأن تمرر هذه الأزمة
وهذه الصفقة بجو هادئ وأن يدفع الفلسطينيين دون أن تكون هنالك رعاية لهذا. من نقطة قريبة تتحدث عنها سيد عباس العرداوي. نعم، دعني أذهب إلى ضيفي في الاستوديو السيد أحمد مظهر سعدو. يعني في ظل كل ما يحدث لإيران من عقوبات اقتصادية، هناك من يتوقع تراجعا إيرانيا في عدة ملفات، هل تتوقع ذلك أيضا؟ لا شك أن العقوبات شئنا ما بينا وهذا واقع ملموس تؤثر على مجمل السياسة الإيرانية في المنطقة. بالتأكيد هم الأولوية للداخل، واليوم عندما تتعدد تصديراتهم للثورة الخمينية بين قوسين التي أعلن عنها في يوم من الأيام، وتصل إلى اليمن ومن ثم إلى لبنان والحشد الشعبي وما شابه ذلك، بالتأكيد سيكون هناك ضغط كبير على الميزانية الاقتصادية في إيران. اليوم لا يمكن الحديث إلا عن وضع إيراني متكور على نفسه، يحاول الحفاظ على نفسه ألا ينهار كلية، وهو قاب قوسين أو أدنى من الانهيار فيما لو تم تلبيت العقوبات دوليا وإقليميا. يعني نحن نعرف أن هناك العقوبات الأمريكية، بعض الدول حتى الآن ما زالت يتم الحوار معها أمريكيا من أجل أن تضغط أو تلبي أو تنفذ هذه العقوبات. لو تم تنفيذها كاملة العقوبات الترامبية، هذا سيؤثر بالتأكيد وسيجعل من إيران منكفئة على ذاتها رغما عنها. وطبعا كل هذه الترهات ما يسمى بالمقاومة ودعم المقاومة وفلسطين، هذه الترهات مشروخة، الأسطوانة لا نريد الحديث عنها لأنها أصبحت غير مقبولة لدى الشارع السوري. واليوم عندما يأتي حزب الله ليقتل شعبنا ثم نقول ينقل المعركة إلى فلسطين، أي فلسطين كنتم تتحدثون عنها عندما كان يقتل الحزب اللاتيون هدول في حلبة وفي قصير وفي إدلب وفي كل مكان؟ أي فلسطين؟ الطريق إلى فلسطين من يأتي عبر سوريا، عبر قتل الشعب السوري. مليون شهيد حتى الآن قتلهم حزب الله والميليشيات الإيرانية ومن معه من نظام سوري. اليوم نتحدث لازلنا بهذه التصور المشروخة. غريب أنا أسمع من عربي عراقي حتى لو كان طائفيا كيف ما كان، لا يهمني أن يتحدث في هذا السياق وبهذا المنطق أن هذه مقاومة. أي مقاومة؟ لقد سقط حزب الله وحسن نصر الله ومقاومته كلها بعد أن حصل ما حصل في سوريا. سنستمع إلى وجهة نظره، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا، بماذا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما هو شكل المعركة التي يريدها مع طهران؟ ابقوا معنا. نرحب بكم من جديد مشاهدينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء خاص مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إنه يريد منع إيران من تهديد بلاده وامتلاك أسلحة نووية. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يريد حربا مع إيران بسبب أضرارها الجسيمة، وتحدث عن غزوها اقتصاديا على حد تعبيره بعدما حذرها من أنها ستواجه نهايتها إذا سعت لمواجهة عسكرية مع واشنطن. سيد عباس العرداوي، يعني بداية، ما رأيك بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الغزو الاقتصادي؟ طبعا قبل التصريح فقط ملاحظة بسيطة، المقاومة ليست الرهات، وثورة الإمام العظيم الخميني هي ثورة للإسلام والمستضعفين، استطاعت أن تنقذ الشعب الإيراني واستطاعت أن تعزز كثيرا من القضية الفلسطينية. بعيدا عن هذا وبعيدا عن ذاك، مجرد تصريحات ترامب عن انتقاله إلى الحرب الاقتصادية هي انسحاب أمام تصريحات سابقة كان تحدث عنها بالحرب العسكرية. أين جعجعت ترامب بنقل المعركة ومسح طهران من الخارطة وتقديمه للبي 52 ونقله لعدد كبير من القاذفات الصواريخ والناقلات الحربية، ثم امتنع عن دخول إلى مضيق هرمز بعد أن أدرك حقيقة واحدة أن الحرس الثوري شكره لأنها جعلها ضمن صيده السهل والأهداف. أمريكا أدركت وهي اليوم تعلن بشكل رسمي أنها ليس مع الحرب، ولكن سيد عباس يعني ترامب قال إن أي حراك عسكري يعني نهاية
هذا إيران. الضغط جاء بعد 5 وساطات مع رئيس النمسا وروسيا وقطر وعمان والعراق. ترامب يتوسل اتصال هاتفي، رويترز تتحدث بشكل مباشر ان ترامب يجلس صف هاتف في انتظار ان تتصل به ايران بالتفاوض، وايران اعلنت بشكل رسمي انها ليس مع الحرب ولا مع التفاوض، هي مع بقائها ضمن اتفاقيه 5+1. وكل المنطقه حقيقه ليس مع الحرب، لان يعني الحرب اليوم لا تخدم الا الكيان الصهيوني الذي يريد ان يخلق فوضى في المنطقه من اجل تبني صفحه القرن، من اجل ان تمرر هذه الصفحه وهنالك صراع. لا احد حقيقه ينجو من صراع المنطقه وحرق المنطقه. اليوم لا ايران وحدها في الساحه ولا امريكا تستطيع حقيقه اليوم ان تنسحب بسهوله، لان لديها كثير من المصالح، وهنالك دول لديها رغبه في بقاء امريكا مثل السعوديه والامارات وغيرها. فبالتالي اليوم هنالك مرحله للتهدئه، وانا اعتقد اليوم هنالك حديث وسط استطاعت ايران وامريكا الوصول اليه هي انها لا تذهب باتجاه الحرب. نعم هنالك من يدفع باتجاه الحرب، وهذا ما هذا شيء الكيان الصهيوني الذي يعزز المنطقه بكثير من الازمات، لانه يعيش على الازمات حقيقه، ولديه الكثير من الرغبات في اشعال المنطقه وحرقها بعد استطاع ان يقف مع عدد من العصابات الاجراميه استطاع من خلالها تزييق الشعب السوري والعراق والكثير من المنطقه. طيب اذا سيد عباس العداوي، انت تقول ان هناك حديث وسطي بين الولايات المتحده الامريكيه وايران كي لا يقع معركه حقيقيه على الارض. يعني بالانتقال اليك سيد احمد مظهر سعد، هذا لا يعني انه لم يتحدث ترامب عن غزو اقتصادي، يعني برايك العقوبات الاقتصاديه هل ستؤثر على سياسه ايران فيما يخص خارجيا؟ يعني ما في شك أن العقوبات تؤثر، ولكن العقوبات الاقتصادية لا تسقط أنظمة، يعني بمعنى آخر لم يرد ترامب إسقاط نظام الملالة في إيران ولا يريد ذلك بالأساس، وهناك علاقات براغماتية تحت الطاولة بين الطرفين، وهناك وساطات حتى الآن موجودة من أجل تهدئة الوضع. لا أعتقد أن الأمريكان بوارد اليوم إنهاء حالة الفزاعة في الخليج العربي، الفزاعة الإيرانية التي يستنزف الخليج من خلال وجود هذه الفزاعة. وأعتقد أن الشرط الإيراني في المنطقة الذي كان أيام الشاه قد تحول إلى شرط أضخم وأكبر بكثير، وهو يمارس وله علاقاته مع الجانب الغربي، ونحن نعرف حتى في غزو العراق أيام العدوان على العراق كيف أنه تم التوافق مع البريطانيين والأمريكان على موضوع الجنوب من قبل المخابرات الإيرانية. الإيرانيين يتفقون وبرغم، واليوم يمكن أن يتنازلوا كثيرا عندما يجدوا أن مصالحهم مهددة، وحقيقة هذه المسألة يتم الاشتغال عليها، وأنا لا أستبعد أبدا. وطبعا نحن لا يغيب عن بالنا أبدا فضائح الإيرانيين سابقا عندما يدعون بفلسطين وسواها، فضيحة إيران جيت أيام زمان والسلاح بين إسرائيل والإيرانيين أيام زمان والحروب التي افتعلها. اليوم الحديث الحقيقة الأزمات التي تختلقها أمريكا، وكأن إيران ليس لها علاقة بالأزمات. يعني من اختلق الأزمات؟ من جاء إلى سوريا وقتل الشعب السوري؟ من قتل الشعب اليمني؟ من يساهم في تخريب البنى السياسية والجيوسياسية في المنطقة من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى الخليج وإلى اليمن؟ من؟ يعني هل يمكن نحن ألا نشيطن إيران فقط، نشيطن أمريكا؟ أمريكا عدو للجميع ولا خلاف على ذلك، ولكن اليوم هل من المعقول ألا نرى ماذا تفعل إيران في المنطقة؟ إذا كانوا مسلمين وثورة إسلامية، وأنا أحد الناس، لأقول لزميلنا العزيز أنا عندما قامت الثورة الإيرانية علقت صورة الخميني في منزلي، أما اليوم فلا أقبل لا الخميني ولا حسن نصر الله بعد أن جاءوا ليقتلونا وليخربوا البنية المجتمعية ويحاولوا أن يعملوا في سوريا ما عجز المشروع الفارسي التاريخي عن فعله. اليوم هم يعملون وفق مشروع فارسي طائفي للمنطقة، أتمنى على الأخ العراقي أن يستوعبه جيدا، وأعتقد أنه يستوعبه، وقد لا يكون يجرؤ أن يتحدث بهذا السياق، لأن الوضع في العراق كما نعلم مهيمن عليه إيرانيا بكل أسف. العراق لم تعد العراق أيام زمان، اليوم أعتقد أن هنا على العرب والمسلمين عموما أن يقفوا ويعرفوا أن لعبة الإسلاموية التي يشتغل عليها الإيرانيون هي كذبة كبرى، وليس هناك إلا مصالح فارسية مشروعة
مشروعية إن صح التعبير يراد بها الهيمنة على المنطقة بربوتها. العودة إلى محور حديثنا سيد عباس العرداوي، يعني العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، برأيك يعني هل هي لا تقل فتكا على إيران من العمليات العسكرية والحرب البرية وما إلى ذلك بنفس الثقل؟ يعني أنا أدعو ضيفك الكريم المحترم أن يتابع الأخبار جيدا، إن من يغزو اليمن اليوم هي السعودية، إن من يدعم الكيان الصهيوني هي السعودية والخليج، إنما المشروع الإيراني الذي يتحدث عنه هو الفارسي. أنا في قلب العراق ومن قلب بغداد أتحدث أنه لا يوجد هنالك مشروع إيراني ولا مشروع فارسي. لم تره بعد المشروع الفارسي العراق؟ لم تره ونحن بعد. ونحن بفضل الله استطعنا أن نطرد عصابات داعش الإرهابية، وقبلها طرد الاحتلال الأمريكي، واليوم يحاول العودة إلينا. طيب. ولدينا برلمان. دعنا نتابع في محور حديثنا سيد عباس العرداوي. احترم عقل أنت الذي تحترم عقل المشاهد، أنت الذي تتحدث بكلام غير منطقي. نتمنى ضيفي الكرام سيد عباس العرداوي وأيضا ضيفي في الاستوديو السيد أحمد مظهر سعد. نعم دعونا نتابع في محور لن يحافظ حزب الله على كلام سوريا ولا يقبل أن يقال ذلك. حزب الله قاتل مجرم هو وإيران، لن يحافظ على سوريا. نحن نتحدث الآن سيد عباس العرداوي، نحن نتحدث الآن عن العقوبات الاقتصادية على الأمريكية على إيران. يعني هل برأيك هي، طبعا نبقى في محور حديثنا اليوم، يعني هل هذه العقوبات لا تقل فتكا على إيران من الحرب والعمليات العسكرية وما إلى ذلك؟ هل ستبقى إيران، هل ستصمد أمام هذه العقوبات الاقتصادية برأيك ولن تغير بشيء في سياستها الخارجية؟ لا شك يا سيدتي العقوبات صعبة وكبيرة على الشعب الإيراني وعلى شعوب المنطقة، وليس من الفخر حقيقة اليوم أن يجوء الشعب الإيراني أو غيره في المنطقة أو أي شعب آخر. يعني في أصل الموضوع اليوم الاعتداء على الآخر مرفوض. الشعب الإيراني مع العقوبات لديه علاقة جدا وطيدة، لأنه منذ انطلاق الثورة الإسلامية عام 79 بدأت العقوبات الأجنبية والعقوبات الأمريكية تحديدا. منذ ذلك الحين لحد هذه اللحظة قد تكون هذه أشد نوعا، لكن الآخر المهم في الموضوع اليوم أن اليوم العقوبات تأتي وإيران نووية، اليوم العقوبات تأتي وإيران متمكنة من التقنيات العالمية، لديها صناعة محلية، لديها اقتصاد قوي، لديها حليف صيني وروسي في المنطقة قوي، لديها آخرين في المنطقة لا زالت بعض الدول لم تنسحب في موضوع 5+1. أوروبا لديها مهلة 60 يوما. هذه صحيح هي ضغوط، لكن ليس بالحجم الذي كانت عليه في عام 79. لا تملك أي شيء اليوم، هي تملك الكثير على مستوى الاقتصاد. يعني تحدث ترامب يوم 2/5 كان المفروض أن يكون تصفير النفط ولا تقريبا واحد نفط. اليوم النفط الإيراني يصل إلى دول كثيرة في العالم. صحيح انخفض مستوى استهلاك النفط باعتبار هناك دول التزمت بالعقوبات، لكن الضغط الإيراني واضح. طيب. باعتبار لديها ملف نووي، لديها الكثير من المعطيات على الأرض، هناك رفض صيني، والصين ليس بالقليل في المنطقة، ورفض روسي. بريطانيا نفسها لديها رفض للعقوبات. وضحت الفكرة. جاءت بالإطراف تحديدا وبالتالي ملك إرباك. نعم انتهى وقت المحور. يعني أشكرك جزيل الشكر السيد عباس العرداوي المحلل السياسي، حدثتنا من العاصمة العراقية بغداد. سيد أحمد مظهر سعدو، سأنتقل وإياك إلى محورنا القادم. مشاهدينا، النظام يعاود قصف الشمال موقعا ضحايا، والجبهة الوطنية ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية. ابقوا معنا.